دابا غادي ندوزو نوريكم غير البروجيات اللي خدمت عليهم في هذه الفتره هذه بالزربه ونهضر عليهم شويه. دونك هذا هو البروفايل ديالي في ارت ستيشن، والخدامي اللي خدمت فيهم هاد الاربع شهور هادي هي ابتداء من هذا. كما قلت لكم راه خادم بزاف ديال البروجيات، هادو اللي لونسيتهم وكاين اللي باقي ما لونسيتوش. دونك هذا هو البروجي ديال الكونسيبت، هو ديال واحد سميتو ايفن، هذا هو الكونسيبت ديالو. فاش شفته صراحه عجبني بزاف وقررت انني نخدم عليه اون 3 دي. هذا هو البروجي لي كولور خدمتهم. صراحه في الاول كنت باغي ندير غير يعني مجرد بحال سكولتور، يعني غادي تكون غري ولكن اون 3 دي، ولكن من بعد قلت علاش لا ما نديرش الالوان. دونك درت ليها تكستورين وخدمتها من بعد فوتوشوب في الكومبوزيتين، درت ليها شويه ديال مات بينتين، شويه ديال بينت اوفر. هذه هي التصويره ديالها بلاك اند وايت، كاين شي تويشيات زدتهم هنايا فوتوشوب وبانتيت فوق منهم. هذه هي الموديل ديالي اون 3 دي. دونك هاد البروجي هذا ما خداليش بزاف ديال الوقت، تقريبا 4 ايام. البروجي الثاني هو كارنيج. البروجي هذا خدمته بصراحه فاش شفت البوستر ديال جابون ديال الفيلم ديال فينوم، عجبتني بزاف والديتاي اللي كان فيها وداك الشيء، قلت علاش لا ما نديرش فيرسيون ديال كارنيج ونخدمها بالستيل ديال ديك لافيش ديال جابون. دونك داك الشيء اللي درت حتى هي ما خداتليش بزاف ديال الوقت، تقريبا شي يومين. البروجي الثالث واللي هو ديال امينيم، البروجي هذا خدا ليا تقريبا 10 ايام، يعني 10 ايام كنت كنخدم فيها في الوقيته اللي كانت تكون عندي خاويه. طبعا بالنسبه لللايتين خدمته فحال الا كاين اتجاه ديال اللايتين واحد واللي هو من هنا باش يبان الجهه الاخرى فيها شادو، انسبيريت من لي زيماج ديال امينيم اللي كاينين. البروجي صراحه درته فاش لاح الالبوم ديال كاميكازي، ومع انا بيك فان ديال امينيم قررت ندير هذا الموديل هذا. دونك هاد ليماج هادي حيت ليها القبيه باش يبان الموديل ديال الوجه كيفاش سكولتيتو، درت ليها الكاسكيطا وداكشي. هاد الفيرسيون هادي حيت ليها الكاسكيطا، خليت ليها اللحيه في هاد الفيرسيون هادي، حيت ليها اللحيه، حيت ليها ديك الويرد بيرد. البروجي كامل مصوف في زيبروش، من ناحية سكولتين لايتين كومبوزيتين درتهم في فوتوشوب، تكستور ما درتش تكستور، درتو غير في الوجه اللي هو غري. وهاد الفيرسيون هادي حيت ليه ذا ويرد بيرد. الفيرسيون عاوتاني من جهة اخرى من واحد لونك اخرى، خليت ليه القبية كاسكيطة العيبات اللحية. هادي عاوتاني حيت ليه القبية كما كتشوفو. دابا غادي نشوفو الموديل اون 3 دي. دونك هذا هو الموديل ديال امينيم في زيبروش، انسايد زيبروش. الموديل كما كتشوفوا الديتاي اللي كاين هنايا، الموديل فيه 7 ديال السب ديفيجن ليفلز، من الاولاني اللي هو اللو بولي حتى للسات اللي فيه هاد الديتاي كامل ديال السكين وهاد المقاط هادو ديال الجلده وداكشي كامل اللي صعيب كاع تشوفهم بالعين، ولكن واخا هكا كتخدمهم باش يعطي واحد الرياليزم كما كتشوفوا الفوم مني. وايضا خدمت ببعض الالفا ديال هاد الجهه هادي، هاد لازون هادي اللي فيها هاد الحبيبات الصغار ديال الزغب. وكاين هنا في السابتو ديالي كاين القبيه. طبعا هاد الفيشي هذا اللي خدمت عليه كنت باقي ما خدمتش على القبيه والكاسكيطا وسميتو. الفيشي اللي خدمت اللي كملت فيه كلشي عندي فواحد البلاصه اخرى في حبي سيخور. وكما كتشوفوا هنا في السابتولز كاين بالنسبه للحيه كاين خدمتهم ببارتيات، التي نحيد هاد القبيه والطربوش باش تبان اللحيه. كما كتشوفوا اللحيه خدمتها بليزون، يعني بالطروفه، مثلا الزغيبات الصغيورين مع الزغيبات الطوال مع الزغيبات اللي كتلقاهم مثلا شادين شي اتجاه بشكل. دونك هادو هما البارتيات ديال اللحيه، فيها جوج طروفه. دونك هادي هي الفيرسيون ديال امينيم ب ويرد بيرد. وصراحه فاش لحت هاد البروجي هذا بزاف ديال الناس بداو كيقولوا لي علاش ما دايرش الفيرسيون ديال امينيم سليم شيدي، وديك الشيء نيت اللي درت. هادي هي الفيرسيون ديال امينيم از سليم شيدي. بدلت ستيل ديال اللايتين، درت 3 بوينت لايتين، يعني وحده جايه من اليسار وحده من اليمين وحده اون فاس، يعني فحال اللايتين ديال الاستوديو. غلطت ليه وجهه شويه، يعني درت ليه زدت ليه شويه في الحناك، ما كانش رقيق شويه مع فحال امينيم هنايا كندخل واحد شويه ديال العظام. وهاد الفيرسيون هادي حنكت واحد شويه حيت طبعا سليم شادي كان باقي صغير في ديك الوقيته، كان باقي محنك ماشي دابا دخل في الربعينات. دونك شويه رقاق، وزائد ديك التكامش ديال العينين نقصتهم شويه باش ما يبانش، يحاول يبان صغير ما امكن. بالنسبه للشعر بدلت ليه الحسانه شويه، يعني كما كتشوفوا هنايا
الحسنه ديالو تبدلات وايضا الكولور ديال الشعر دونك سوري عاوتاني حيت ليه الحياز ثلاث توينغات وديك الشيء بدلت ليه تيشيرت يعني ما كانش واحد فرق كبير ما بيناتهم وهادو لي باس اللي خدمت عليهم هادي ديال دابتو فيلد هادي ديال لايتين اللي جات من الجنب هادي ديال سبيكولير هادي ديال الموديل اوريجينال هادي ديال لايتين ديال الليمن وهادي ديال الشادو دونك ملي كتميكسيون فوتوشوب في لي باس كيعطيك الريزلت هادي اللي وصلت ليها هي هادي هادشي اللي كاين ونشوفكم في الفيديو الجاي.